السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي محبي ومتتبعي قناتنا للقرآن الكريم، وصلنا بفضل الله وفضلكم 100,000 مشترك. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المشتركين على كل ما قدمتموه لنا من دعم وتشجيع. شكرا لكم كثيرا على دعمكم لهذه القناة، شكرا على تشجيعكم، شكرا على مشاركاتكم، شكرا على تعاليقكم، شكرا لكم فردا فردا، فأنتم لستم مجرد أرقام بل أناس يسكنون بقلوبنا رغم أنهم لا يسكنون بقربنا. فالهدف الذي أسست من أجله هذه القناة لم يكن الربح المادي، بل كان نشر القرآن الكريم وتحبيب الناس بكتاب الله تعالى، وذلك باتباع أساليب دعوية جديدة. فهذا واجب عظيم تجاه هذا الكتاب الكريم والأعز. أعدكم إخوتي الكرام بأنني سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على المستوى الذي تتوقعونه، وأن أكون دائما عند حسن ظنكم. شكرا لكم جميعا، لكم مني كل الاحترام والتقدير، ووفقكم الله دائما.